الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. شهدت أسعار الذهب المستورد والمحلي في الأسواق العراقية ارتفاعا طفيفا في الأسواق المحلية، وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ببغداد للمثقال الواحد من عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 1379 ألف دينار وسعر الشراء 375 ألفا، فيما كانت أسعار البيع يوم الثلاثاء 378 ألف دينار، فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعا أيضا عند 349 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345 ألفا. حذر مصرف الرشيد من التعامل مع المكاتب الأهلية في منح السلف والقروض، فيما أكد على توقفها في الوقت الحالي. وأكد المصرف استمرار توقف السلف والقروض في الوقت الحالي لحين إطلاق التخصيص، محذرا المواطنين من كافة من التعامل مع من يدعي اعتماده من قبل المصرف لترويج العملات. قالت وكالة فارس الإيرانية إن على العراق دفع ديونه لإيران والبالغة مليارات الدولارات عند استيراد الغاز المغذي لمحطات الكهرباء. وقالت الوكالة إن أزمة الكهرباء والغاز عادت لتعصف مجددا بالعراق في الوقت الذي وصلت درجات الحرارة في معظم المحافظات العراقية إلى ما دون الصفر. ونوهت الوكالة إلى أن العراق يعتمد فقط على إيران لاستيراد 1200 ميجاوات من الكهرباء، وكذلك استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء خلال السنوات الماضية. أعلنت الحكومة اللبنانية توقيع اتفاقية ربط كهربائي مع الأردن عبر الأراضي السورية في مسعى لتخفيف أزمة شح الطاقة في البلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع نظيره الأردني صالح الخرابشة وزير الكهرباء من نظام السوري غسان الزامل. وقال فياض إن الاتفاقية ستؤمن لبلاده 250 ميجاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن وسوريا. تراجعت أسعار النفط مع جني المستثمرين الأرباح وقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا لتسجل 85 دولارا و24 سنتا للبرميل بعد أن صعدت بنسبة 2.8 يوم أمس، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتسجل 87 دولارا و96 سنتا للبرميل بعد أن قفزت بنسبة 2.2% في الجلسة السابقة. ويأتي هذا التراجع في الأسعار على الرغم من المخاوف المتزايدة من نقص المعروض وسط التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي نتيجة حالة عدم اليقين التي ترافق انتشار جائحة كورونا وتزايد التضخم وتعطل سلاسل التوريد الدولية وتشديد السياسة النقدية الأمريكية. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.4% في عام 2022 بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية، مضيفا أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.8% في عام 2023، كما رجح البنك أن تسفر الجائحة عن خسائر اقتصادية إجمالية بلغت 13 تريليون دولار حتى نهاية عام 2024. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والمعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.